been fucking hoes and popping feelings, man, I feel it's like a rock star. I've been fucking hoes and popping feelings, man, I feel it's like a rock star. All my brothers got the gas and they always be spoken like a rock star. السلام عليكم أصدقائي الأعزاء، طبعا رجعنا وياكم بظهرية حلوة مع هاي الأبطال إن شاء الله. يبدأ هسه حاليا تخريجه شوي شوية، وإن شاء الله نوافيكم مطير هاي الأبطال. طبعا كل الحمام مسجل الا القليل بيهن، بعتهن صغار كله مسجل بالبدايه كله على 5 ريش شكلت. اليوم شكلت 3 ريش، قمت اقلل يوم يوم، قمت اقلل من الريش، اقللهن يوم يوم على مود الحمام يبقى يعني يباوع منا ومنا. وهات تشوفون هذا الصبغ، طبعا خليها الفرخه براحتها تلعب باوي، هي شايفه سطحي بصوره صحيحه والحمد لله والشكر. طبعا هاي الابطال ان شاء الله كله مسجل الحمام ان شاء الله، قلت لكم الا القليل. هذا فيديو ان شاء الله راح ينزل، وطبعا المفاجاه الكبرى وصلنا الحمام الباكستاني، وان شاء الله راح قاعد اشتغل بالمونتاج مالتهن شلون وصل الحمام. ومفاجأة من أرقى الحمام بباكستان، من الخطوط الأولى يا شباب، من الخطوط الأولى في باكستان، والحمد لله والشكر وصلنا بخير وسلامة البارحة. وإن شاء الله باكر أنزل الفيديو مالتهن. طبعا اليوم اسمع 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 اسمع، هذا ابن الساعدي، هذا أبوي ابن الرامبوري. طبعا بعتهن صغار، بعتهن صغار خليتني لعبن براحتهن. شوف شوف الصبغ شلون له دور، فرخه ورا فرخه، فرخه ورا فرخه، وعلى جوع يا شباب على جوع. هاك شوف هسه هاي مسجله هاي الفرخه، شوف تسمع الريش مالتها، فرخه مسجله بطل 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 بطل. نتمنى لك الموفقيه هاي اللاكا. بطلة. طبعا ذن عراقيات كانن طائرات، هسه يلا نزلن عندي، كانن بالجو ذيك الطيارة وهذا فحلها. هذا من الحمام اللي بيت عندنا قبل يومين، بفضل من الله تمم بخير وسلامة. والتحديات حلوة نعشقها ان شاء الله. تحياتي لكم وانتظروا المفاجأة بالحمام الباكستاني. لك شوف الجمال، شوف الجمال، شوف العفة والجمال. بعد طينة، بعد طينة. ذاك أخو ورا، ذن بنات اللاكا إن شاء الله إلهن مستقبل مرتب إن شاء الله. تحياتي لكم، راح أنزلكم هيك فيديوهات بعد قصيرة يا شباب. هو الفيديو شلون يطول، أنا قاعد أنزلكم معلومات. أنا اليوم مو والله بس أطير، أنا قاعد أنزل لكم معلومات، يعني لا يزعلون من عندي بقية المتابعين. يقول له هاشم والله فيديوهاتك مملة طويلة، كلش طويلة. أخي أنا قاعد أنزل لك، أنا مو رجال والله كشعاع، ها عيني، ها شباب شفتوه سيمان لا الله وياك، أنزل لك 10 دقائق 5 دقائق. يا شباب أنا قاعد أشرح لكم القضايا بالتفصيل الممل، بالتفصيل الممل على مود باكر واحد ما يوقع بمطب. ولذلك قاعد يطولن عند الفيديوهات، قاعد يطولن. يعني هسه الله شاهد انتم حصرتوني، قمت اصور وعيني على الوقت 3 دقائق. فتحياتي لكم، هاي جزء بسيط من هاي الفرخه مالتنا الحبيبه، وان شاء الله راح نوافيكم ببعض الحمام. هلا 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 شحالات الصلاه على محمد. ان شاء الله راح نوافيكم. شوف 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 الخلق، شوف الخلق، إلا مخيفة، إلا مخيفة، يباع عن لي فوق، شكو يباع عن لي فوق، خايفات. شوف يا شباب هسه راح ندبلهن أكل. تفضل 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 تفضل
لازم تثبت على جوع يا شباب، ثبت على جوع، لا تشبع الفرخة، لا تشبع طيرك. تفضل تفضل تفضل، ابد لا تشبع الحمام، ابد ابد، ممنوع ممنوع. هاي فرخاتك على جوع، على جوع. هاي الابطال، هاي الابطال، الصلاة على محمد. ان شاء الله اليوم المفاجأة، او باكر راح ينزل لكم المفاجأة بالحمام الباكستاني من الخطوط الاولى اللي باكستان. شباب انا دائما انوه عليكم، اقول لكم يا شباب لا حد يحترم الجمال، اللي يدور مطيار لا يحترم يعني ابد ابد، لا تحترم الجمال. وين طلع ازرق احمر بنفسجي؟ انا اليوم ادور مطيار يا شباب، انا كجناي وكهاوي ادور مطيار، ادور مطيار اليوم، انا اهم شيء المطيار مالتي. فما ادور والله هذا طوخ، لو هذا فاتح، لو هذا قبق وذيل، لو هذا مدري ايش، ابد ابد ما يهمني اللون، والله ابد ما يهمني اللون. اليوم اللي يهمني المطيار يا شباب. هلا 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 بالابطال، ان شاء الله راح نونسكم بهذا الموسم على هاي الفرخات. طبعا حرام ما ضيعنا فرخه واحده من اتن، والسبب اول يوم افتح الفرخه والله الكريم فتحت الباب من انا قبل، من انا للبند، ومن البند قال سلم لعليك، راحت هيك الدور نزلت، راحت منا راحت منا، باوعت لي ظلت تصفق فوق سطحي، ثانيتها للظهر ماكو، ولذلك قلت له فدوه بعد. تحياتي لكم، وان شاء الله راجعي لكم من قوه الى قوه، نتمنى لهم التوفيق ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله والنجاح بكل وقت. تحياتي ومع السلامه يا غالين.